عنده مال زكاة أستاذ. نعم. رجل عنده مال زكاة، هل له أن يعطيه لرجل مثلا لا يحتاج إلى الزكاة، ولكن يمكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كذهاب إلى العمرة وإلى آخره فيتألف قلبه، فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم يعتبر؟ هو غني ولا فقير؟ هو وسط يعني، ليس فقير. ليس فقير. ما أفهم وسط. ليس فقير. مثل غني أو فقير. ليس فقير، ولكن يعني ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة. لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية. نعم. يعني ممكن جذب يمينا ويسارا. ليس فقيرا، اذا هو غني. غني نعم. فاذا لا يجوز حتى لو يعني يؤلف الان. انا اعرف مؤلف قلوبهم سيدنا عمر الله يرضى عنه الغى هذا المصرف لانه قال لم يعد للاسلام يعني حاجه للمؤلف قلوبهم. فالمقصود انا لا ارى ان هذا منسوخ، ولكن ارى ان هناك من هو احوج من ذلك من الفقراء والمساكين. والسلام.